السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم غراتان دنجال معمر بالكفته. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا كيلو ديال الدنجال، كيلو ديال المطيشه، جوج فلفلات حمرين، جوج فلفلات خضرين. الكفته كل واحد على قد قياسه، انا هنا درت 30 درهم. والفرماج حمر محكوك وثلاثه فرماجات مثلثين، بطبيعه الحال التوابل. يلا دابا خليكم معايا باش تشوفوا المراحل والطريقه. دابا غادي نبداو. دابا غادي نوجدوا لاصوص ديال الطماطيشه. كناخذ كيلو كننقي ونديرو في المولينيكس، ندير معاه واحد المزبوط تاع الفلفله حاره ونطحنو. صافي فاش طحناها كنديروها طيب. دابا كنزيدو التوابل، كنزيدو الملحه، سكينجبير، الخرقوم، زيت العود، جوج ورق ديال الموسى، واحد شويه ديال الابزار. صافي وكنبقاو نقلبوا فيها بحال هكا حتى كتشرب من الماء، حتى كتشرب من الماء وكتعقد. كنزيدوها واحد ملي كنقربوا نطفوا عليها، كنزيدوا واحد جوج دريسات تاع الثومه محكوكين. صافي هي دابا ولات واجده لينا، صافي شربات من الماء ولات جاهزه. دابا هذا هو الشكل النهائي ديالها، هو هذا. دابا غندوزو للعناصر الاخرين اللي باقي لينا، تشوفوني كيفاش غنصاوبو. بالنسبه للدنجال كناخذ واحد ثلاثه دنجالات ولا اربعه، وكنقطعهم بهذا الشكل طولي، وكندهنهم بشويه ديال الزيت، كنرشوه بشويه تاع الملح. وعندكم الاختيار، يا تقلوه في الزيت يا تشوفوا في الفران، وما ننصحكمش بها لان الدنجال في الفران كيجي يابس وكينشف. انا كنشوي في هذه الاله ديال البانيني، كيبقى فازق وكيتشوب، وحط طريقه هائله اللي كتسهل الطي ديالو. دابا غادي نوجدوا الكفته. كنقطع بصله كبيره، ولا كانت صغيره ديك البلديه كديروا شي اربعه البصيلات ولا خمسه صغيورين، كانت كبيره كديري بصله واحده تقطعها مزيان. كنضيفوا عليها التوابل، كنديروا الكركم، البزار، الملحه، سكينجبير، الزيت، واحد طريف ديال الزبده. صافي كنبقاو نحركو بحال هكا حتى كدبل لينا ديك البصله. فاش كدبل لينا كنزيدو شويه تاع القزبر والمعدنوس، وكنزيدو الكفته. ونخليكم تشوفوا الطريقه. صافي بعد ما دبلت لينا البصله دابا كنديرو الكفته. صافي كنبقاو نشحروا فيها في هذيك اليقامه باش تشرب لينا اليقامه مزيان. وكنحك واحد شويه تاع الكوزه، واحد اربعه الحكات ولا خمسه ديال الكوزه، راه كتجي بنينه في الكفته. صافي كنبقاو نشحروا فيها حتى ما كتبقاش فيها شي نقطه ديال الماء. ملي طابت الكفته وطفينا عليها كنزيدوها ثلاثه الفرماجات. هذا الفرماج هو اللي كيخلي الكفته تندمج لينا مع باقي العناصر، اللي هما جوج دنجالات وجوج فلفلات حمرين وجوج فلفلات خضرين. كنشوهم في الفران وكننقوهم وكنقطعهم قطع صغيره وكنضيفهم على الكفته. صافي وكنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتها مزيان حتى كتنسجم لينا. ودابا غندوزوا للطريق.
دابا وصلنا للمرحله الاخيره ديال هاد الوصفه ديال اليوم. كناخذ المول ديال الجاج، كندهنوه كله بهذيك لاصوص ديال الطماطيشه، كنفرشوها فيه مزيان، وكنصطفوا داك القنينطه تاع الدنجال، ومن الفوق كنرشوا بالفرماج احمر، وكندخلوا الفران. الفران يكون سخون، غير كيدوب لينا داك الفرماج وتحمر شويه صافي، وكنطفوا عليه. انا راني كنحاول ما امكن ما نطولش عليكم، كندير فيديوهات ديالي قصار. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذه الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه سهله سهله في التحضير، وكتجي بنينه. تقدموها كطبق رئيسي مع الغداء. ودابا كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، كنتمنى نلقاكم على خير.